صيد على الصب. الله تبيا وخي، واش باش نقول لك؟ باش نحكي لك؟ ما انا مدوبه، بابا انا مدوبه، بابا علي اش عملي؟ حس بيه قلت له ما عنديش، قال لي برا ابني وانا معاك ما نعاونك. بلاش تبلو على الخلطه، تبلو على قدام الناس الكل. الناس الكل تفرج على الابن ورا فراعنه كاس سيادته يا بد خرار من راسك هيك تاع الصباح. ما طالش على الراجل يا عبيد حيويا سقط مين؟ رئيس البلدية قال لي ابني خلي دريك يبنوا كما باني ما حد عليه وفلان وفلان. مشيت غنيت ورجعت يا راشي شو جبت التراكس فاش طلعت خسرنا 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 وليد الراي خسر مرته تسالسي ليه تمشي من دار لدار هاو من البلد. اش نطلب باش مرته تطلب ليه؟ هاي البلدية كرهبة ما طلعت عليه البلدية. اه من وقت بتاعنا نحن مشينا غادي الراجل ماجي تحت الدار هو يقولوا لي بايك يخدم عنا انا بايك يخدم غادي هذه بلاد وتقولوا كيفاش اولادي بابا خمسة دين سنة خدمة بابا مدرسة بابا عنا حد عنا كرم أخ بابا والله ما نو والله نو واخذوش مع الحاكم ناخذ بيداي ناخذ بيداي عند الرجال معايا وين الرجال ناخذ بيداي ناخذ بيداي ما تقوليش ناخذ بيداي باش نقول لك بالنسبة اللي هدوا عليها عوان البلدية هكا ولا فهمتي ولا بإذن قضايا سافوار ولا بإذن مش قضايا فهمتي ولا مي نورمالمون فهمتي ولا يفرغوا المكان فهمتي ولا وسافوار علموه ولا ما علموهش قبل بهدان الكشك فهمتي ولا مي عملية ما جبانة عندي أنا هذه نتاع راجل يهدوا عليه معناها الواحد ولي يخاف حتى على روحه نهار آخر فهمتي ولا يبدأ في داره ويجوا يهدوا عليه فهمتي ولا نستنكر العملية هذه بالكل. شنو كان المفروض الإجراءات تصير قبل ما يهدوا الكشك؟ الإجراءات فهمتي يعلموا ينظفوا المكان بعد فهمتي ولا ومن بعد تلك ينفذوا العملية فهمتي ولا نتاع هدان ماهوش معقول الشيء اللي يعملوا فيه بالكل معناها ولا إنسانة عصابات تدور فيها تقود في البلاد ولات ما عادش فهمتي ولا نحسوا في رواحنا ولينا غرباء في تونس. أصلا حفظوها هذه هدين في الليل فهمتني والله غريبة ما يبعثوا استدعاء ولا يحاولوا باش يتفاهموا معاه بأمور قانونية ويخلوا له البلاصة ويعطيه وكان فما فلوس باش يدفع كل شهر خليه يدفع يا أخي هو يعلم به ربي ما العلاج موجود هو الوالي ومعتمد هو العمدة نحوه قال لك يصب أنا نحيناه العمدة هي عليه ما هو تفهموا معاه وشوفوا شنو الاجراءات نجموا يعملوه عليه سواء بيت او هكا او حق معناتها نحن نحبوا ننظفوا ونحبوا الامن فينا يزيد العباد تنقم على الامن وتولي تزيد العباد تولي تزيد ما كانت يحبوه ويتعلقوا به ولا يزيدوا يخافوا باش ما يعاش يتعلقوا به ولا يقول خويا كما عندنا كلمه نقولوها قبل صوحبوا ما تعاشروش ما تاكلش انت وياه في صحن الحاك خاطر خلي يلقى فيك ضربه غدوه يبيعك يلقى هو خوه يبيعه مش هذه كلمه من احنا كراك جاي ونعرفوها يقول لك صوحبوا الحاكم وما تعاشروش صحن ما بعضكم ما تاكلوش علاش الباي والخايب في كل بلاصه لا 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 معناها الناس هذوما هو يا ناري هاك شفت انت انت راجل يدبر في راس يعلم به ربي باش يخلصك تري في الضو والماء ويعلم به ربي تجي طيح له في برا مش تطيح البيران هاك البيران تخدم شويه مع مسكره في برا ماك تحب تعمل وتعمل يبدا بالبيران وبعد يبدا بالجوامع زعام كان الجوامع تسكروا فيهم تياك ربي حتى ربي هبط علينا شيء ما يترفع لما العباد تتزكي واللي يرجع يصلي ليوتيوب الربي ما فيهوش دوية المرضى ذي غير كلام برك تيهم هاو تحليل ب 600 و 400 ألف ما لا غدوة كي يجيك الدوية قداش باش يبيعوا لك يا دي اسمع ربي يقدر الخير الزعام كان في الزوايا القانون عاملينه كان اللي نحن مش عاملينه الوعد لاباس عليهم عمره ما يطبقوا تحت الحيط ويقضي اموره ويعمل شي يحبه مبركك يا رجل امي له وربي يقدر خير هذا الساعه ربي ان شاء الله يصبر عائلته فهمتني الوالي والجماعه باش تبدلهم شنو باش يعاودوا يرجعوه باش يحيوه حكايه فيه هو مات الله يرحم فهمتني وكل مره هكا تو الجمعه اللي فاتت بنيه تحت في قر في حاجه قمه والجمعه هذه مع شنيه وبعد غدوه مع شنيه تو ولينا خايفين غدوه شو باش يصير
ولا خايفين، مش خايفين، انا ما غادي من الخوف، فهمتني؟ ناس اخويا ربي يقدر خير اختي الغاليه والله. ربي عندك كلمه تحب توصلها للمسؤولين ولا للدوله بصفه عامه؟ انا مسؤولين يا بنتي، خي فما خير، تو نعرف تو في باليش فما رئيس، انا والله تو البلاد هجيله ما فماش رئيس، بيت رئيس نهار كام يجي يحكي بالعربي، فما ناس في الجبل ما تفهمكش، تحكي بالدرجة فما ناس تحب تسمعك وتفهمك، يخرجوك الجماعة يعمروه يخرج دود دود دود، ما نعرفوش الشيء هذا. شكون يعمر فيه؟ يعمروه هو يعرف شكون. في الليل يتقابلوا في الطاولة الكل ويقعدوا مع بعضهم ويضحكوا علينا وعاملين نحن عاملين قنطرة، أما ياكل يشيلك يعرف، أما يشيلك وساكت حكاية فارغة. هو ساكت عبارة شيطان، لازم تتكلم العباد، لازم العباد تفك حقها، هذه بلادهم راه مش بلادهم هما كان جاي يحبوها تونس، ما يصيرش الشيء هذا، يعني لازم نتكلموا عليهم فكوها البلاد ونخرجوهم هما ونجيبوا راجل بالرسمي يقول يا خويا الزين ما رجال تنحطوا امراه، انا حاطين رجال ما عملوا شيء، اخت الزين الله يرحمه بورقيبه حط لنا امراه يا خويا، ولا جيب لنا امراه يا خويا، امراه خلينا نشوفوها يا خويا تحنش على الراجل على الاقل. ما يلم حنينة وربي كرمها بالجنة تحت ساقيها، ما فيها بيس كيفاش تكرمنا شوية، مرأة خير والله، شارع ينوب علينا ربي تشد مرأة البلاد تتحرك الأمور، واللي يعرس يعرس ويتحن، يعني عطيناهم شدوها رجال ما عملوا شيء، نهار كامل يكذبوا دود دود لوك 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 ما فما شيء، هاي البيران محلولة، باري شوف فيهم التواور قاعدين والعباد تشرب وشيخة وجوامع مسكر، باش تفهمي مش نحن راه نحكموا، فما ناس أخرى تحكم وما تريهمش وما تسمعش بها. في الخفيه متخبين هم اللي يحركوا في العصيده، راه واحد يزينا تعبنا من الكلام، يا يسيبونا الحدود خلينا نهجوا شاله يوفى المرضى ذا تو نمشوا غادي ناخذوا فلوس لانتريت تعليمات ونعرسوا غادي ونتهنوا، ما عندهم جبانه هم تو يدفنونا غادي خو اش بيه، كلها جبانه رب، انت وعمالك وانت وقلبك قاعدين هنا، واحد يوصل 50 و40 ما يعرسش وما يعملش دار وما يعملش كهرباء وما يعملش، يقعد ديما يحوس يخزر هكايا يروح قلبه معبي يعني. عرست انت؟ انا كان عرست، انا ما حكيتش هكايا، راني عريان حشيق. شنو اللي ما خلاكش تستقر في حياتك؟ والله ما خلاني، اول حاجه المادي فلوس شويه، ثاني حاجه الدنيا غليت، ثالث حاجه البنات الباهين والبنات الخايبين في كل بلاصه، فهمتني؟ اما تو او المراه معناتها كثر الطلبات نتاعها حتى هي ما تطلبش، تبع بنت خالتها امها تقرصها اختها تقرصها، هيا انزلي عليه في هك خذي هك اعملي فايده في الهنا، الهنا ولا كيلو ذهب تو الذهب غالي، شويه هك على عينين العباد تراف بلاكيور ويتهنوا مع بعضهم، وكان امها تبني لها فوقها ويتهنى على بنيتها، هذيك تو الراجل تقول له عرس يهرب يتفجع، هاك المحكمه معبي عليه معبي، خاطر القوانين الكل مع المراه، الراجل ما عندوش قانون، ماك عرست ماك جبت الذر هاي يتحمس وليد ما وعانوا انت شويه كي جاب الذر هاي فرنسا تعاق تجيب صغير تعطيه الفلوس، تبع ذولا من جماعه يشوفوا الدار ومرجده ويعاونوهم، وكان مسكن سافا با يزيد يوسعوا لهم في المسكن يشوفوا لهم بلاصه ما خير، انت عندك البلاد عندها فلوس راكده عليها عندها ما تعمل ماديه ذهب، اما السريق هم ما خلوهاش، قبل كنا تربي شيخين في جرت ما نكذبش عليك، الله يرحمهم من عامهم اللي فيهم واللي حي، كنا عشايخين في الخير، هذوما جاوا من الفلوس تبعثها اوروبا نسمعوا بهم في الهواء، عمرنا ما ريناهم في القاعه، من الهواء يتخطفوا تك تك الطياره تتخبى وتتحط غادي وما يريها حد وما يشوفها حد ويقسموها في بعض، ونحن كالعاده يجيبونا لغه تو عملوا لنا كل مره لغه الضوء والماء بلاش، تو عجبتهم عاد مشينا كحينا 700,000 ضوء وماء، تو جابوا لنا لغه اخرى. ها يا سيدي هاو باش يجي المرض عملوا بافيت ما شنيا هاو باش يسكروكم البلاد تسكر في البلاد، اش معنى تعطيك ياخذوا دوك يمشي يغدوا البنك يجبد شريط يخدم ولا ما يخدمش شريطه موجود، واللي نهار يخدم ونهار لا شيع نمشي نسرق، تو انا عمري ما سرقت قاعد نخمم لقاش بنك باهي ولا بالرسم ولا عندي دار وعندي عباد باش نعمل غدوا تو عند ربي نتحاسب كي نسرق تقول لي ربي علاش سرقت، ما هو انت وفر لي تو ما نسرقش، واللي يعمل بركاجات انا ما نجمش نقول معاهم مشني معاه، اما شوف شنو ظروفه شنو حالته شنو دينيته، بالله يخلي بنته للسبعة والثمانية وحال شتاء وتليفون 700,000 الو شحوالك الو، هو يبدا كحلة لا ما تبيع باش ينطرونا الراجل يزطل ويتيح مونك بتاع الدواء، فهمت؟ هذه لازم تدور جمعيات تشوف الحكايات هذه باش يمنعوا البركاجة ما تمنعش،
لازم ينظروا ويشوفوا ويشوفوا شنو أمورهم باش نحاول كان فيهم دواء ندواء ما فماش دواء شوفوا لهم حل ما نطيشوهمش يخموا أولادنا زاد الأخرين يقروا في أولادهم البرة في أوروبا ونحن أخوه دفنينا برا للحبس الحبس باش يقريه باش يفزدوا زاد يهم ويخرج لك مجرم وموشم أنا كبر تاع أمه الله يرحمها وليخ موشمنا شنية كان حبيت نوشم اللي وشمته من خاف ربي نحب كيما يهزني نظيف نمشي نظيف والله برجولي هو يوشم على الكام يوشم شنية وبعد يقولك شبي ربي عاكسني تي انت ما رضيتش بالبدن ما وباش ربي ينظر لك تنظف بدنك الساعة وبعد تطلب ربي تو ربي يعطيك.